العلي اللي عنده موهبة تسديد الكرات الثابتة، تركها لكايوخون، سددت ومتابعة، والهدف يأتي من المتابعة لفارس الدهناء. صالح يحاول إصلاح طريق الاتفاق في هذه المباراة، يسجل بمتابعة ذكية. شوف شوف تسديدة كايوخون، حتى لو كان جالس، حتى لو كان جالس، صالح تابعها وسجلها وهو جالس، وهو جالس سجل في مرمى الفيصلي، سجل هدف العودة. 2-1 2-1، ربما تكون الآن أفضل طريقة للاتفاق، للعودة للاتفاق في الشباب.